السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم هذا الخبر العاجل. الإطار التنسيقي يستعد لإعلان تحالف جديد في العراق. كشف عضو تحالف الفتح محمد البلداوي اليوم الجمعة عن عزم قوى الإطار التنسيقي، طرح مبادرة تشكيل تحالف جديد سينبثق قريبا. وقال البلداوي في تصريح إن الإطار التنسيقي تبنى خلال الفترة الماضية نظرية الفضاء الشامل لجميع القوى السياسية، وسبق أن أطلق أكثر من مبادرة وطنية لضم مختلف القوى والكتل والكيانات السياسية لتشكيل حكومة قوية وتوفير الغطاء التشريعي والقانوني بأغلبية وطنية داخل البرلمان، مشيرا إلى أن لم يحصل التوافق على هذه المبادرات. وأضاف أنه سيتم طرح مبادرة في وقت قريب لإعلان تحالف يضم قوى الإطار وبعض القوى الوطنية للعمل على بناء دولة قوية في المرحلة المقبلة. وتابع البلداوي أن التحالف كان له وجود خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب عندما تم تقديم أسماء نواب الكتلة الأكبر لرئاسة البرلمان والذي ستنضم له بعض القوى السياسية.